شظايا ندم فيه انتهيت. أيها الأحبة، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. تدبر يا أخي وانتبه يا أماه ويا أختاه، كلنا في حاجة إلى هذا الحديث، وفي حاجة إلى أي حديث من الصادق الأمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر. الله، فيه بيوت مقابر؟ كتير. ما أكثر البيوت التي صارت مقابر، لا أقول كالمقابر بل مقابر. قال الصادق لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقفتم على السر، هل عرفتم السبب لماذا تملأ الشياطين كثيرا من بيوتنا؟ هل عرفتم لماذا نزعت البركة من كثير من بيوتنا؟ للمخالفات الشرعية، للمعاصي. فكثير من بيوت المسلمين الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله تقيم الليل على الأفلام الداعرة وعلى المسلسلات الفاجرة وعلى الكليبات الغنائية الفاضحة التي تحول الزهاد العباد إلى فساق فجار، ثم بعد ذلك نشكو السحر ونشكو الصرع ونشكو الضيق ونشكو الهموم ونشكو قلة الأرزاق ونشكو الاختناقات ونشكو انتزاع البركة من الزوجات والأولاد والأموال. هل وقفتم الليلة على السر؟ لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تقرأ سورة البقرة في كثير من بيوتنا، في بيوت كثيرة من بيوت المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يملأ الشيطان هذا البيت بالوساوس والشكوك والهموم والأحزان والكرب إلى غير ذلك مما يشكو منه الآن كثير من إخواننا وأخواتنا في كثير من بيوتنا. إنه السر، هجرنا القرآن عامة وصورة البقرة خاصة، وخالفنا أمر ربنا، ووقعنا في كثير من المناهي، وامتلأت بيوتنا بكثير من المحظورات الشرعية كالتماثيل والصور والموسيقى. طهر بيتك من المعاصي والذنوب وعد إلى علام الغيوب واقرأ سورة البقرة. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. من ابتلي بالسحر، من ابتلي بالصرع، من ابتلي بالهم والغم والضيق، عد الليلة إلى سورة البقرة بعد التوبة والأوبة وتطهير البيت من كل معصية وتطهير البيت من كل محظور شرعي. فهنالك بيوت كالقبور، بل هي مقابر لا يقرأ فيها القرآن ولا يذكر فيها اسم الله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. إهدى، كفتاه من كل سوء، كفتاه من كل شر، كفتاه من كل أذى، كفتاه من كل سحر، كفتاه من كل صرع، كفتاه من كل إيذاء من الشيطان الرجيم. معقول هذا الدواء بين أيدينا ونتركه؟ كم منا ضيع هاتين الآيتين كل ليلة. من قرأ آيتين، مش بقول لك السورة كاملة، ولو قرأت السورة كاملة فيا لها من كرامة كما بينت لك. من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي من كل شر وسوء. ما الآيتان؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيعقل أن يسمع الليلة عاقل هذا الحكم النبوي الواضح الصريح ثم يفرط في هذا الفضل والخير، مخذول ورب الكعبة ومحروم
من حرم من هذا الخير ومن هذا الفضل، ومغبون من ترك هذا الربح الهين اليسير، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. أسأل الله أن ييسر علي وعليكم هذا الفضل وهذا الخير. لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت.